تسريبات هاتف LG G4 وسامسونج تدافع عن نفسها. أهلا بك في نشرتك. بعد سامسونج و HTC جاء الدور على شركة LG لإطلاق هاتفها الرئيسي لهذا العام G4، وجمعنا لكم كل ما نعرف عن هذا الهاتف. G4 الهاتف المنتظر من شركة LG العملاقة، يعتبر من سلسلة الهواتف الرائدة في العالم. وبدأت LG حملة ترويجية كبيرة للهاتف المنتظر الإعلان عنه في 28 من إبريل المقبل. وأعلن أحد مصانع شركة LG أنه أنتج كاميرا خلفية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة بمقياس 1.8 لتكون أكثر جمالية في التصوير الليلي وقدرة على امتصاص ضوء أعلى بنسبة 80% وعدد بكسل أعلى بنسبة 23% من كاميرا الهاتف السابق G3. أما الكاميرا الأمامية، أعلن مصنع الشركة أنها بدقة 8 ميجا بكسل موجهة لمحبي تصوير السيلفي. كما كشفت LG رسمياً من خلال فيديو تشويقي عن واجهة استخدام جديدة سهلة التخصيص مع طريقة جديدة لفتح الكاميرا وضبط أوضاعها واستقبال الإشعارات. ومع الشاشة، ولأن LG من الشركات التي تهتم كثيراً بدقة الألوان والوضوح، أعلنت رسمياً عن إنتاجها لشاشة LCD بدقة Quad HD وبحجم 5.5 إنش، وهو نفس حجم شاشة آيفون 6 بلس. وقالت إن هذه الشاشة تعد نقلة كبيرة في عالم شاشات الهواتف من حيث التدرج اللوني والسطوع ودقة اللمس ومعدل استهلاك البطارية. ومن المتوقع أن تستخدمها LG لشاشة الهاتف G4. من ناحية الأداء، التوقعات تتحدث أنه سيأتي بمعالج سناب دراجون 808، والرام من شبه المؤكد أنه سيأتي بحجم 3 جيجا بايت، وذاكرة التخزين داخلية 32 جيجا بايت. ويتضح من الصور المسربة للهاتف أن LG تريد الإبقاء على هويتها ولم تضف تغييرا كبيرا في التصميم على الهاتف السابق G3. ويتضح من حملة LG لهاتفها أن التركيز الأكبر جاء على جودة الكاميرا لتخاطب ود المستخدمين وتخوض سباقا مع المنافسين يبدو أنه لن ينتهي. كونوا على الموعد في 28 إبريل لتغطية مؤتمر LG على تويتر وبقية صفحاتنا. على فكرة، هل ترون هذه الأيقونات؟ أضفناها لكم للتنقل السريع بين فقرات النشرة. لم تتأخر سامسونج كثيراً بالرد على فيديو اختبار هاتف جالكسي S6 Edge، والذي ظهر فيه أن الهاتف تعرض للانحناء ثم للكسر. سامسونج اعترضت على طريقة الاختبار وقالت أنها خاطئة لأن الهاتف لا يتعرض لهذه القوة الكبيرة من استخدام الأشخاص، وأن الهاتف يساوي قوة 5 أقلام مجتمعة. هذا الموقف تعرضت له شركة أبل العام الماضي مع هاتف آيفون 6 بلس بعد انتشار فيديو يظهر انحناء الهاتف، ودافعت أبل عن هاتفها بقوة. وتستطيع مشاهدة مراجعة هاتفي S6 Edge و S6 في برنامج رأي رقمي من هنا. كان سؤال الأسبوع لمتابعينا، يا ترى هل هذه الاختبارات فعلاً مفيدة وتعطينا لمحة عن قوة الهاتف، أم أنها مادة للاستهلاك الإعلامي؟ هذه كانت آراءكم. مجد المصري وطه سمير وحمود عايش وحسن المعموري يرون أن هذه الاختبارات مفيدة للمستهلك وتدفع الشركات لرفع جودة الهاتف، وهذا رأي أسامة خالد وإبراهيم رشق ويزن تامر ومحمد عباس وإسلام دويدار ومحمود الجميلي وآخرون. لكن أحمد رياض ومؤمن خشان وأحمد نجار وأمير السعيد وآخرون يعتقدون أنها مادة للاستهلاك الإعلامي، وأن بعض هذه الاختبارات تقف وراءها الشركات لأغراض تسويقية، لأن الهاتف لا يخضع لهذه القوة من الاستخدام. هذه الاختبارات نكتفي بمشاهدتها لا تجربتها، وشكراً لتفاعلكم معنا، وانتظروا سؤال الأسبوع كل ثلاثاء على صفحاتنا. والآن لمجموعة من أخبار الأسبوع. أبل تطلق تحديث iOS 8.3 مع مميزات جديدة مثل عدم طلب كلمة السر في حال تحميل تطبيقات مجانية، وإضافة رموز تعبيرية جديدة، وإصلاحات كبيرة ومهمة. وننصحكم بعدم التحديث إلا بعد أخذ نسخة احتياطية للهاتف. ونبقى مع أبل التي فتحت باب الطلب المسبق على الساعات الذكية عبر موقعها، وننصحكم الاهتمام بمقاس يناسب اليد وليس فقط حجم الشاشة. إذا كنت تستخدم فيسبوك وواتساب، استمع لهذا الخبر جيداً. فيسبوك تختبر أيقونة لمشاركة المواضيع من الموقع على واتساب مباشرة.
تطبيق إنستغرام كان نشطاً الأسبوع الماضي، حيث أطلق خدمتين: الأولى تفعيل خيار الإشعارات لمستخدم أنت تتابعه وتهتم بصوره، والثانية هي فلترين جديدين للصور. وأيضاً تويتر كان نشطاً فأطلق تحديثاً على طريقة البحث في الموقع وأتاح إمكانية التعليق قبل إعادة التغريد. كذلك سمح لمستخدمي آيفون رفع فيديوهات سلو موشن. لكل ما هو جديد تابعنا كل يوم أحد، ولا تنسى أن تشترك بالقناة من هنا وتشاهد الحلقة السابقة وبرامجنا الأخرى. وفي الختام نتركك مع فيديو لمنبه ولكن بفكرة غريبة. شاهدة طيبة ونراك الأحد القادم.